وتشجيعا للناشئة على حفظ كتاب الله وتجويده، نظمت مديرية شؤون الدينية والأوقاف لولاية ين صالح حفلا تكريميا على شرف 250 حافظا وحافظة للقرآن الكريم بحضور ثلة من العلماء والمشايخ. وعن التلفزيون حضر أحمد بن مسعود. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المدارس القرآنية بولاية عين صالح نموذجا حقيقيا لتلقين القرآن الكريم وحفظه. ها هي اليوم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وتحت شعار قناديل المساجد تقيم حفلا تكريميا على شرف 250 حافظا وحافظة لكتاب الله. حصيلة تقدر ب 250 حافظ وحافظة وخاتما للقرآن الكريم، وهذا إن دل إنما يدل على المجهودات المبذولة لمؤطري المدارس القرآنية من أساتذة التعليم القرآني وأئمة ومرشدات وأستاذات التعليم القرآني، وكذلك السياسة المبذولة المنتهجة من خلال مديرية شؤون دينية والأوقاف. وعلى أهازيج قصيدة البصيري هكذا تتم مراسم تعميم حاملي كتاب الله في أجواء إيمانية عطرة عطرها المكرمون وبدورهم استحسنوا هذه المبادرة. نشكر مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عين صالح على هذا التكريم. أولا أشكر الله عز وجل أنه اختارني بين الخاتمين لكتاب الله عز وجل، وأشكر الشكر موصول لمعلمنا والشكر الجزيل لمشرفين على هذه المدارس، وشكر جزيل والحمد لله رب العالمين على ما وصلنا إليه. الحمد لله بعدما وفقني على أن أكون بين ختمة القرآن وحفظة القرآن. أشكر جميع من ساهم في إحياء هذا الحفل، وأتمنى أن يكون هذا الحفظ في ميزان حسناتنا إن شاء الله، والشكر موصول للجميع. كلما ازداد ارتباطك بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة استوطن السرور وتيسرت الأمور، فطوبى لأهل القرآن.